السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ محمد معالي حامض. اليوم سوف نقوم بدراسة أدبية لقصيدة من قصائد الصف التاسع في الوحدة الثانية من كتاب المقرر بعنوان ملحمة ميسلون للشاعر خير الدين الزركلي. الموطن سوريا، الفكرة العامة للأبيات، الدعوة إلى حمى الوطن والتشبث بأرضه. فكرة المقطع الأول توافد المصائب على أرض الوطن، الثاني ثورة الجماهير على المستعمر وتمجيد بطولاتهم، فكرة المقطع الثالث فضح زيف ادعاءات المستعمر، أما فكرة المقطع الرابع تأكيد الانتماء والتعلق بالوطن. أما موقف الشاعر فجاء مباركا لبطولات أبناء الوطن. القيم المستمدة من القصيدة تتنوع بين رفض المحن ورفض الاستكانة والضعف وتقدير انتفاضة الجماهير على المحتل وتقدير الدفاع عن الوطن وتقدير شجاعة أبناء الوطن ورفض خداع المستعمر وتقدير حب الوطن. أما العاطفة فجاءت هنا العاطفة وطنية. الغرض الشعري من القصيدة هو الحماسة. سوف نتلو على مسامعكم أبيات القصيدة، يقول فيها الشاعر: الله للحثان كيف تكيد، برد يغيض وقاسيون يميد، تفد الخطوب على الشآم مغيرة، لا الزجر يدفعها ولا التنديد، غلت المراجل فاستشاطت أمة عربية غضبا وثار رقود، زحفت تذود عن الديار وما لها من قوة فعجبت كيف تذود، ولقد شهدت جموعها وثابة لو كان يدفع بالصدور حديد، جهروا بتحرير الشعوب وأثقلت متن الشعوب سلاسل وقيود، خدعوك يا أم الحضارة فارتمت تجني عليك فيالق وجنود، أنا في هواك كما يشاء هواك لي كلف بحبك يا دمشق ودود، لم أنأ عنك قلا ولا لنقيصة، ما أنت إلا ربعي المحمود، أقصيت عنك ولو ملكت أعنتي لم تنبسط بيني وبينك بيد، نذر دمي حنقا علي وفاتهم أن الشقي بما لقيت سعيد. الآن سوف ننتقل إلى شرح المفردات. الحثان مصائب الدهر، يغيض يغيب في الأرض، يميد يهتز ويضطرب، تفد الخطوب تأتي المصائب، مغيرة مندفعة ومهاجمة، الزجر المنع والنهي، مراجل وانفدها مرجل وهي القدر الذي يطبخ به، وهنا بمعنى اشتد غضبها، استشاطت اشتد غضبه والتهب، الرقود هنا نيام وهنا بمعنى غافلون، تذود تدافع المتن الظهر، أم الحضارة سورية تجني عليك تسيء إليك أو تعتدي عليك، القلى البغض ربعي منزلي وأهلي، أقصيت أبعدت ملكت أعنتي بمعنى زمام أمري بيدي، بيد هنا مفردها بيداء وهي الصحراء أو الفلات، حنق اشتد غيظه الشقي البائس وجمعه أشقياء. الآن سوف ننتقل إلى شرح الأبيات. اشرح الأبيات الشعرية السابقة وصنفها إلى أفكار فرعية مع تسمية الشعور العاطفي لكل بيت. نقول في البيت الأول: إني أستغرب من أهوال الزمان كيف لها أن تلحق الأذى بدمشق، فقد جفت مياه بردا وتزلزلت صخور جبل قاسيون. الفكرة الفرعية تكاثر المصائب على دمشق والشعور استنكار. أما البيت الثاني: تتوافد المصائب على دمشق فلا يوقفها الشجب ولا التنديد ولا الصياح ولا العويل، المصائب
لا تواجه بالتنديد والشعور استنكار. البيت الثالث اتقدت نيران الغضب بصدور الجماهير فانتفضوا من ثباتهم لمواجهة الأعداء. الفكرة الفرعية انتفاضة الجماهير بوجه المستعمر والشعور غضب. البيت الرابع هبت الجماهير تدافع عن الوطن فدهشت لشجاعتها وهي لا تمتلك السلاح. الفكرة الفرعية الجماهير تدافع بدون سلاح والشعور إعجاب. البيت الخامس ولقد رأيت الجماهير انطلقت تدافع عن الوطن فكيف لها أن تواجه سلاح العدو بصدور عارية. الفكرة الفرعية دفاع الشعب الأعزل عن وطنه والشعور إعجاب. البيت السادس زعم المستعمرين أنهم جاءوا لتخليص البلاد من الاستبداد لكنهم احتلوا الشعوب. الفكرة الفرعية ادعاء تحرير الشعوب باحتلالها والشعور حزن. البيت السابع لقد مكروا بكياد دمشق. مهد الحضارات فاجتاحت جيوشهم أرضك تقتل وتسفك الدماء. الفكرة الفرعية تعرض دمشق لخداع المستعمر والشعور احتقار. البيت الثامن يا دمشق أنا على عهد المحبة كما تحبين متيم بحبك مخلصا لك. الفكرة الفرعية حب الشاعر وتعلقه بالوطن والشعور حب. البيت التاسع فأنا لم أبعد عنك بغضا أو تقليلا لفضلك فأنت دياري وأهلي ولا أنسى فضلك علي. الفكرة الفرعية بعد الشاعر عن وطنه وبقاء حبه له والشعور حب وحسرة. البيت العاشر لقد أبعدت عن وطني رغما عني ولو ملكت زمام أمري بيدي لما باعدت الصحارى الشاسعة بيننا. الهجرة الجبرية للشاعر عن وطنه والشعور حزن. الآن سوف ننتقل إلى البيت الأخير هدروا دمي كرها وغيظا ولم يدروا ما حل بي من تعاسة لكن تلك التعاسة مصدر سعادتي إذا كانت من أجل الوطن. الفكرة الفرعية التعاسة مصدر سعادة الشاعر والشعور فرح. السؤال الثاني استخرج الأساليب النحوية وصنفها وبين دلالاتها البلاغية. الأسلوب الأول الله للحد الثاني هنا أسلوب خبري عن طريق الجملة الإسمية فائدته البلاغية والجمالية للدلالة على الإخبار في تعرض الوطن للمصائب والمحن كيف تكيد وكيف تزود. هنا أسلوب إنشائي جاء عن طريق الاستفهام والأداة هي كيف. خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي للدلالة على التعجب والدهشة في قوله يا أم الحضارة. أسلوب إنشائي صيغته النداء وأداته يا. هنا النداء خرج عن معناه الحقيقي طلب المنادى للالتفات إلى التحسر. لقد شهدت هنا أسلوب خبري وجود المؤكدات اللام المطيئة للقسم وقد التي تدخل على الفعل الماضي للدلالة على إثبات المشاهدة وتغيير موقف المتلقي وصولا لإقناعه. أما في قوله يا دمشق ودود أسلوب إنشائي صيغته النداء أداته يا لنداء القريب والبعيد. خرج النداء عن معناه الحقيقي في طلب المنادى إلى معنى يفهم من سياق الكلام للدلالة على تمني الشاعر بأن تدوم المحبة. لم أنأ أسلوب نفي أداته لم نفي حدوث الفعل المضارع في الزمن الماضي. ما أنت إلى ربعي أسلوب استثناء تحول إلى قصر وتخصيص أداته إلا والقصر هنا بمعنى التخصيص. قصر أي خصص دمشق على دياره وأهله. الأسلوب الآخر لو ملكت عنتي لم تنبسط هنا أسلوب شرط أداته لو حرف امتناع الامتناع. ربط النتائج بالأسباب لوجود المسافات الشاسعة بينه وبين الوطن سببه عدم امتلاك زمام الأمور. إن الشقية بما لقيت أسلوب خبري أداته إن جملة اسمية الإخبار سبب سعادته يكمن بتعاسته التي جعلها فداء للوطن. أما من سمات الألفاظ استخدام الشاعر الألفاظ الجزلة المجموعة في جملة خص ضغط قف مثال الشين في استشاطت والخاء في الخطوب والغين في يغيض.
استخدم الفعل الماضي في قوله غلت المراجل للدلالة على ثبات وقوع الثورة وتأكيد تحققها ونفي الشك في حدوثها. أما استخدام الفعل المضارع في قوله تفيد الخطوب للدلالة على التجدد والتكرار في تعاقب المصائب على دمشق، مما أضفى على النص ظلالا من الحيوية ويدفع المتلقي إلى تخيل مشهد تعاظم المصائب والمحن على الوطن. استخدم الجمل الاسمية في قوله أنا في هواك كما يشاء تدل على الثبات والديمومة والاستقرار في عاطفة حب الشاعر للوطن. أيضا استخدم الجمل الفعلية في قوله تفدوا وجهروا وخدعوك لتدل على التغير والحركة في التوافد والجهر والخداع وتمنح النص الحيوية. استخدم ضمير الغائب في إسناده للفعل تدفعها وللأسماء وقائعهم وجموعها ولها للدلالة على استحضار الماضي، وليخبرنا الشاعر عن المصائب والوقائع والأحداث التي حلت بالوطن جراء احتلال المستعمر للبلاد. أفاد تكرار كلمة الشعوب مرتين في البيت السادس للدلالة على تأكيد فكرة خداع الشعوب العربية والتنكيل بها، مما أدى إلى تقريرها في ذهن المتلقي وعمق شعور تعاطف المتلقي مع تلك الشعوب. أما السؤال الثالث، استخرج الصور البيانية من النص وصنفها حسب الجدول الآتي: الله للحثان كيف تكيد استعار مكنية، شبه المصائب بإنسان يكيد، حذف المشبه به وهو الإنسان وترك شيئا من صفاته وهي المكيدة، قاسيون يميد. هنا استعارة مكنية شبه قاسيون بزلزال يهتز، حذف المشبه به وهو الزلزال وترك شيئا من صفاته وهي الاهتزاز. تفيد الخطوب مغيرة استعارة مكنية، شبه الخطوب بجيش يهاجم، حذف الجيش وترك شيئا من صفاته وهي الإغارة أو الهجوم. فاستشاطت أمة استعارة مكنية، شبه الأمة بنار تشتعل، حذف المشبه به وهي النار وترك شيئا من صفاتها وهي الاشتعال. خدعوك يا أم الحضارة استعارة مكنية، شبه أم الحضارة بإنسان يخدع، حذف المشبه به وهو الإنسان وترك شيئا من صفاته وهي الخداع. متن الشعوب هنا استعارة مكنية، شبه الشعوب بحصان له ظهر، حذف المشبه به وهو الحصان وترك شيئا من صفاته وهي الظهر. هواك يشاء هنا استعارة مكنية، شبه الهوى بإنسان له مشيئة، حذف الإنسان وترك شيئا من لوازمه وهي المشيئة. استخرج المحسنات البديعية والموسيقى الداخلية من الأبيات السابقة: تكيد وتمييد هنا تصريع، أيضا مغيرة ويدفعها هنا طباق معنوي، ثار ورقود طباق معنوي، بتحرير وقيود طباق معنوي، الشقي السعيد طباق معنوي، بيني وبينك جناس ناقص. الموسيقى الداخلية: استخدام الحروف الهامسة السين والثاء والكاف والتاء في البيت الأول، تكرار كلمة الشعوب في البيت السادس، هنا طبعا تكرار كلمة، تكرار حرف الدال 4 مرات في البيت الأول تكرار حرف، تمييد وتكييد تصريع، برد وتكييد وقاسيون مدود طويلة، يميد ورقود وحديد وتزود موسيقى خارجية بالتكرار حرف الروي في نهاية كل بيت من أبيات القصيدة، وهذا ما يعطي وقعا موسيقيا تطرب له الأذن. أما بالنسبة للإملاء القاعدي، غلت أصلها من غلا وهي وقعة ثالثة وأصلها واو ولذلك كتبت ممدودة. أما الألف المقصورة في بردة طبعا هنا لأنها وقعت فوق ثالثة ولم تسبق بها. أقصيت من أقصى أيضا هنا وقعت فوق ثالثة ولم تسبق بها لذلك كتبت مقصورة. فارتمت هنا أصلها ارتمى أيضا هنا وقعت فوق ثالثة ولم تسبق بها. تجني بالماضي هنا جنى وقعت ثالثة وأصلها طبعا ياء. هنا لقى أيضا هنا وقعت ثالثة وأصلها ياء ولذلك كتبت مقصورة. أما التاء المربوطة في مغيرة وقوة وثاء وثابت، تلك أسماء مؤنثة. مبسوطة هنا غلت تاء التأنيث الساكنة، استشاطت هنا تاء التأنيث الساكنة جاءت مبسوطة، وشهدت هنا جاءت التاء مبسوطة لأنها تاء الفاعل المتحركة.
أما ما تبقى في بعض الكلمات هناك هوى لأنها وقعت ثالثة وأصلها ياء، لذلك كتبت مقصورة. وقيل أيضا هنا وقعت ثالثة وأصلها ياء، لذلك كتبت مقصورة. سلاسل هنا سلسلة، ونقيصة هنا أسماء مفردة مؤنثة، لذلك كتبت مربوطة. أما بالنسبة للمشتقات، مغيرة اسم فاعل، ودود مبالغة اسم الفاعل، محمود اسم مفعول، سعيد صفة مشبهة، مرجل اسم آلة، وثابت مبالغة اسم الفاعل، نقيصة مبالغة اسم الفاعل، المحمود اسم مفعول. أما المصادر القياسية، عربية هنا مصدر صناعي، ياء مشددة وتاء مربوطة، تحرير هنا حرر تحرير، والتنديد هنا على وزن تفعيل أيضا، وندد تنديد وهو مصدر قياسي. أما بالنسبة للمصادر السماعية التي فعلها ثلاثي، غضب غضبا ورقد رقودا وزجر زجرا. أما بالنسبة لإعراب القصيدة، لقصيدة ملحمة ميسلون، طبعا الأفعال الماضية غلت هنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة للتعذر، وحذفت الألف منع التقاء الساكنة، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. استشاطت هنا فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث لا محل لها. ثار أيضا فعل ماض مبني على الفتح. زحفت هنا فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث لا محل لها. عجبت هنا فعل ماض مبني على السكون الصالح بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. شاهدت أيضا هنا فعل ماض مبني على السكون الصالح بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. كان هنا فعل ماض ناقص مبني على الفتح. جهروا هنا فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والألف فارقة. أثقلت هنا فعل ماض مبني على الفتح والتالي التأنيث لا محل لها من الإعراب. خدعوك أيضا هنا فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. فارتمت هنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر وحذفت الألف منع الاتقاء الساكنة والتاء للتأنيث لا محل لها. ملكت هنا ملكت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أما بالنسبة للأفعال المضارعة، تأكيد فعل مضارع مرفوع بالضمة، يغيد فعل مضارع مرفوع بالضمة، يميد فعل مضارع مرفوع بالضمة، تفيد أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة، يدفعها فعل مضارع مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل النصب مفعول به، تذود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره، هنا يدفع فعل مضارع مبني المجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تجني هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدر على الياء للثقل، يشاء هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة، لم ينأى هنا فعل مضارع طبعا مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، لم تنبسط فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. يخلو النص من الأفعال الأمر. المرفوعات: الله هنا مبتدأ مرفوع، قاسيون مبتدأ مرفوع، برد مبتدأ مرفوع، الخطوب فاعل مرفوع، الزجر هنا مبتدأ مرفوع، المراجل فاعل مرفوع، رقود فاعل مرفوع، وأمة وسلاسل فاعل مرفوع. يا دمشق هنا منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء. أنا ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وأنت أو أنت هنا ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. المنصوبات: مغيرة حال منصوبة، غضما مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جموعها هنا مفعول به منصوب ولها في محل جر إضافي، وثابتا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، متن مفعول به منصوب، يا أمة هنا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الحضارة هنا مضاف إليه، إن الشقية اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حنقا هنا مفعول لأجله، عنتي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل، ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة.
أيضا بالنسبة للمجهورات فهناك الشعوبي اسم مجهور، الدياري قوة بالصدور بتحرير، جميعها أسماء مجهورة وعلامة جرها الكسرة. الشعوبي والحضارة هنا مضاف إليه، لنقيصة اسم مجهور وبحبك اسم مجهور. نتمنى أن نكون قد وفقنا في دراستنا لتلك القصيدة، وسوف نوافيكم بحل التدريبات لتلك القصيدة. نرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.